متابع لريال مدريد وتعثراته، ايه اللي حصل الاسبوع اللي فات قدام قادش، ولو انت ما تابعتش فوز الريال في الدوري، ولو انت ما تابعتش اساسا مشوار الريال في الدوري من ساعه الدوري ما بدا، وجيت النهارده تتفرج عليه قدام شختار دونيتسك في دوري الابطال، احب اشارك بشرى سعيده. لسه الريال هو بتاع نفس ريال مدريد، مانشستر سيتي نفس الريال هو ما اتغيرش فيه اي حاجه، سبحان الله يا اخي، نفس مشاكل ناحيه الشمال هي نفس التقدمات اللي بيعملها مارسيلو، نفس التقدمات اللي بيعملها لوكا مودريتش، ومفترض ان اللي يغطي وراه من المره دي مش راموس، لا ده قدر ميليتاو عشان خاطر راموس مصاب، وناحيه اليمين في اصابه لداني كارفاخال وورديو زولا البديل بتاعه، فبيضطر زين الدين زيدان بدل ما يحط ناتشو، والفكره القديمه لا انا هحط فرناند ميندي الباك الشمال. طب ليه يا عم زيزو كده؟ هو هيعمل شغل كويس وهيفضلوا يلعبوا عرضيات، ميندي بيعرف يلعب عرضيات ومارسيلو بيلعب عرضيات، وكمان فينيس وكمان رودريجو بيحاول ان هو يثبت نفسه، وبيثبت نفسه من السنه اللي فاتت، وكمان مفترض ان احنا بنساعد ماركوس سانسيو عشان خاطر يرجع، والاثنين يعملوا عرضيات وكروسات كتيره قوي للاسطوره وبديل كريم بنزيما سيد لوكايفيتش. ولوكايفيتش عنده مشكله في ريال مدريد اللي هو طب يا جماعه ساعدوني، طب اضيع كوره طيب بحيث الجمهور يقول لك الولد ضيع والولد كان مؤثر وممكن تديله فرصه، لا ده مفيش ولا كوره راحت، حرفيا مفيش ولا كوره راحت الشوط الاول. يا جماعه طب في ايه؟ طب ايه المشكله؟ نفس المشكله البدنيه هي بتاعت الريال، ممكن يديك تلت ساعه كويسه ويديك تلت ساعه زيها زي الزفت، ويديك 25 دقيقه جيده ويديك الباقي زي الزفت. المشكله بتاعت ريال مدريد اللي زين الدين ده مش عارف يفهمها لحد دلوقتي، ان انا مضطر اغير شغل كارلو انشيلوتي، ما ينفعش ان انا افضل العب بالشغل القديم بتاع انشيلوتي، ان انا هلعب يمين والعب ناحيه الشمال ونص الملعب هيحاولوا ان هم يسندوا الاطراف دفاعيا، ويحاولوا ان هم يسندوا كازاميرو دفاعيا، ويحاولوا كمان ان هم يعملوا دور هجومي بان هم يعملوا باصات مؤثره، وان هم كمان يسددوا لو في كثافه دفاعيه. طب الكلام ده كان بيعمله لوكا وكان بيعمله توني كروز من 4-5 سنين، هل سنهم يسمح ليهم ان هم يعملوا نفس الكلام دلوقتي؟ دي لزين الدين زيدان عنده مشكله عاطفيه بالنسبه لها، ليه لعيبه بطلت بدنيا ان هي تقدر تعمل الشغل اللي انت بتفكر فيه كمدرب؟ يبقى معنى كده ايه؟ يا تغير الخطه يا تغير اللعيبه، وزيدان ما عملش ولا واحده من الاثنين، انتظر ان اللعيبه دي هتفيدني. فالنهارده بتلعب فرقه زي شختار كالعاده، ربنا كرمك بهاف يمين تيتي لعيب كويس جدا، لعيب بيعرف ان هو يطلع بالكوره من تحت مع نص الملعب مروه لاس الكابتن، الراجل عمل اداء عالمي جدا، الراجل كان بيحاول ان هو يقطع الكره، وكان بيحاول ان هو يطلع تيتيه، وكان بيحاول ان هم يطلعوا دانتينو الفيرويد، وناحيه اليمين كان عنده سوليمان برده، وناحيه الشمال اسف كان عنده سوليمان جناح كويس، فالراجل كان عنده اثنين جناحات كويسين، مع لعيب نص ملعب كويس ولعيب ثاني دفاعيا جنبه كويس، ومايكل اللي كان بيلعب وراهم كانت فندر عشان هو كان بيلعب 4-1-4-1، كان بيلعب 4-1-4-1، هي كانت باينه 4-2-3-1 بس هو كان بيلعب 4-1-4-1 علشان خاطر بيضغط ريال مدريد من قدام، علشان خاطر عارف ان ريال مدريد نسخه زيدان الحاليه نسخه بتعتمد على الاطراف، فانا لما اقطع منهم الكوره هيكون اقرب ليا ان انا اروح انفرادات بالزوفا لتيتيه واروح انفرادات لدانتينو، وبرده الراجل فعلا قدر يعمل الكلام ده، وقدرنا ان احنا نشوف الهدف الاول برده عن طريق انفراد، وقبلها برده كان في انفراد من البدايه، بدايه اللقاء كان في انفراد لمارولاس الكابتن، والراجل بيتصدى ليه توبي كورتوا علشان خاطر يقول يا جماعه في مشكله الناس دي بتلعب مرتدات كويس، طب نخلي مارسيلو ما يزيدش شويه ونخلي ميندي اللي يزيد، ولا اقول لك ايه طب نغير الناحيه الثانيه نجيب ميندي شمال ونودي مارسيلو يمين، طب نعمل ايه بالظبط؟ هي التشكيله كانت معقده وحاجات غريبه قوي كانت موجوده، ومفترض ان انت يا عم رودريجو يلا بقى اثبت نفسك، لا احنا مستنيين ان احنا نرجع ماركوس اسانسيو، لا فجاه كده بقى اكتشف ان انا لبست الهدف الاول، وبعد ما لبست الهدف الاول لبست الثاني برده عن طريق فاران هدف ذكي، وبرضه الفرقه لسه عندها برود، وبرضه الفرقه ما عندهاش رد فعل. يا راجل ريال مدريد الشوط الاول ما راحش غير بكورتين بس على المرمى بتاع شختار دونيسك، يا جماعه ما كانش فيه رد فعل اطلاقا لريال مدريد جوه الملعب الشوط الاول، بتلبس الاول بتلبس الثاني لبست الثالث من عن طريق سوليمان، برضه عندك نفس المشاكل هي طب يلا نوع. طيب لا ده في هجمات كمان شختار عايز يزيد النتيجه، وانا عندي مشكله في نص الملعب، الكره كل ما بتتقطع بيروح على انفراد، ليه؟ عشان خاطر برضه عندي نفس المشكله بتاع ناحيه الشمال اللي موجوده من السنه اللي فاتت، مارسيلو بيزيد، لوكا بيزيد، المساك اللي وراهم برضه كان بيزيد سيرجيو راموس، وبتسيب كل الليله كلها على فران، النهارده بقى راموس مش موجود، فميليتاو كان ثابت مكانه، بس ميليتاو وفران الاثنين قليلين مع بعض، فصعب جدا انك تحاول انت تقول ان الاطراف هتهاجم ودول هيغطوهم، لا دول محتاجين حد يغطيهم اساسا، يعني دول مش هيغطوا حد خالص، فتلاقي فجاه انك طلعت الشوط الاول، شوط تاني طبيعي جدا ان اللعيبه تاخد دش سخن في غرف الملابس، فتلاقي ان هم بيلعبوا لعبهم الطبيعي اللي هو العب من اليمين للشمال وبعد كده من العمق شويه، ونحاول ان احنا نلعب عرضيه لكريم بنزيما اللي نزل من على الدكه مكان رودريجو، ونلاقي فجاه يا جماعه ان احنا حولنا 3-4-2-4 وبنلعب بس باثنين من نص الملعب كازيميرو وفريدريكو فالفيردي، ومفترض اللاعب اللي كان معاهم بتلاقي ان هو اتغير، ولا يا جماعه احنا محتاجين كده ان احنا نعدل في الطريقه، واحنا لعبنا 4-2-4 واسانسيو محدش بقى فاهم دوره في الملعب وبيلعب يمين ولا بيلعب ايه، طب يا جماعه
ايه الدنيا؟ ايه الدنيا طيب؟ هنلعب عرضيات برضه، احنا مستمرين هنلعب عرضيات. لحد ما بيقدر لوكا مودريتش بيشوط واحده من احلى اهداف البطوله لحد نهايتها، لان ما اعتقدش انه في كوره تشوط بالطريقه اللي لوكا عملها دي، ولوكا بيدخل الفرقه جوه الملعب. يلا يا جماعه بقى 3-1 غير 3-0. وبعد كده بيكرر زيدان ان انا نازل فينيسيوس. فينيسيوس اول كره بينزلها حارس المرمى بيحاول انه يبني من تحت، فينيسيوس بيجيب الهدف الثاني. يا جماعه كده ارتاح بقى، دخلنا على 65، ويلا يا جماعه بقى الفرقه ممكن ترجع في النتيجه. هدوء 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 هدوء، ما ايقاع واقع، الايقاع واقع يا جماعه. يا جماعه بنخسر والله بنخسر، طب نطلع نهاجم شويه، ايقاع واقع برده، لعيبه مش قادره ان هي تكمل المباراه. بتلاقي ان لوكا مودريتش بينزل مكان توني كروس اللي كان عمال كابتن رؤوف خليف، نزل توني بينزل برده، مفيش اي حاجه بتتغير، برده الفريق بطيء، برده الفريق بيعاني مشاكل دفاعيا، برده الفريق عنده مشكله ناحيه الشمال، برده هي نفس المشاكل هي. طب تمام، انت غيرت ايه في المنظومه؟ ما خدش اي حاجه. حتى لما الهدف الثالث جه كانت باين قوي ان الكره اوفسايد، وان فينيسيوس واقف قدام حارس المرمى عشان المباراه تنتهي 3-2 لصالح شختار، وتبدا تسال نفسك هو ريال مدريد فعلا مرشح ان هو ياخد البطوله السنه دي باللعيبه وبزين الدين زيدان؟ ما اعتقدش ان هم مرشحين لاي حاجه، بس كاسم ريال مدريد طبعا مرشحين. شوف تفرق كاسم فريق عن اسم لعيبه واداء لعيبه واداء مدرب. زيدان عنده مشاكل كتير، زيدان قرر ان انا هبدا الموسم بنفس اللعيبه، وده كان قرار غبي جدا من الاداره، وكان قرار غبي من زين الدين زيدان. زيدان طول ما هو ماشي بالعاطفه مع اللعيبه اللي هو بيحبها واللعيبه اللي عملوا اسطوره منه كمدرب، اعتقد ان هي نفس اللعيبه دي اللي ممكن تقلل من اسمه كمدرب. اعتقد ان زين الدين زيدان اللي كان بيقول ان انا مش هنفع احفز اللعيبه دي علشان خاطر ما بقاش عندي اي حاجه ممكن احفزهم عليها، هم خدوا كل البطولات، لازم نفكر جدًا ان انا محتاج اغير في الفريق علشان خاطر الفريق بيعاني من شويه مشاكل. فما ينفعش انك تحدي مثلا فكره ان انا استغنيت عن اشرف حكيمي علشان خاطر اكمل بداني كارفاخال، لمجرد بس ان داني اسباني ونفس المشاكل اللي بيعاني منها برشلونه برده بالاحتفاظ باللعيبه الاسبان لمجرد بس ان هم اسبان. فهتلاقي ان طب ريجيلون مشي ليه؟ ما هو انه مفترض ريجيلون كان يبقى موجود ورجله في الملعب مش يكون على الدكه لمارسيلو، بس مع ذلك انت لسه مستمر بمارسيلو. طب ليه كل ده؟ عشان خاطر مدرب ماشي بالعاطفه، والمدرب اللي ماشي بالعاطفه معروف ان نهايته بتبقى ايه؟ بيتغلب من شختار، والدنيا بالنسبه له بتكون صعبه جدا، والهجوم هيكون عليه من كل مكان علشان خاطر هو السنه دي قرر ان هو يراهن على الفرس الخسران، ولما تقرر انك تراهن على الخسران اتحمل النتيجه. بص مش هتخسر اي حاجه، عملت لايك وعملت سبسكرايب. موضوع ان اختار يكسب الريال ده ممكن تكون كانت مفاجاه، بس هي لما اتفرجت عارف ان على الشوط الاول الريال ما كانش يستحق يخسر 3، بس الريال كان مستحق انه يخسر 3-4. حتى لما الريال كان بيجيب الهدف الاول والثاني الريال برده كان بيطرح عليه انفراداته، كان تيبو كورتوا بيضيعها بيصدها اسف. فمباراه ما تستحقش ان انت تزعل عليك مشجع ريال مدريد، لان انت عارف الموسم بالنسبه لك صعب جدا، والدوري السنه اللي فاتت غطى حاجات كتير وهتتكشف السنه دي. مش هتخسر حاجه لو اشتركت في القناه.